أنا سعيد جدا بكوني أرى ولأول مرة بعد أكثر من سنة ونصف ثلاثين عقلي هذا المدرج يحيا من جديد. فمرحبا بك سيدي زابر، أحييت هذا الأرض. من خلالها نجعل من هذا الموضوع ومن هذا الاجتماع
منطلقا لتطويرها والاستفادة من إمكانيات هذا المعهد خدمة لأجيال الإعلاميين كما كان دائما فضاء مفتوحا لتطوير قدرات الإعلاميين والإعلاميات. شكرا له على هذه الشراكة التي من المؤكد أنها ستكون متطورة. في كلمة موجزة أود أن أؤكد على أهمية أن هذه الصحافة في المغرب وتاريخه الذي يعتبر تاريخا مجيدا بالقياس إلى الأعمال التي قام بها، فهو نادي أسسه العديد من رواد الصحافة في التسعينات من القرن الماضي، وكان فضاء وما يزال مفتوحا لكل العاملين في المجال دون الالتفات إلى انتماءاته أو توجهاتهم السياسية أو خطوط تحرير المناطق التي يشتغلون بها. فنحن فضاء للحوار العمومي، اشتغلنا وسنشتغل دائما من أجل أن نكون منبرا للنقاش حول قضايا الشعب في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين على أن الدعوة مفتوحة دائما لكل الزملاء الصحفيين والصحفيات للانخراط معنا أيا كانت توجهاتهم. ونحن إذا بكلمة موجزة لسنا منافسا لأي تنظيم مدني آخر، بل نحن تنظيم أسري ونادي بما تحمله كلمة النادي من معنى. نعمل على تطوير عملنا رغم بعض الإكراهات التي نعيشها والتي نرجو أن نتغلب عليها، ونتمنى لكم أمسية مفيدة ممتعة مع السيد الوزير الذي سيتحدث لنا عن الماء كريهان المغربي. شكرا. الوطنيين المحاضرين معنا اليوم نشكرهم على الحضور وتلبية الدعوة.
نشكر كذلك الطلبه الحاضرين بالقوه، كذلك الطالبات الحاضرين بالقوه اليوم معنا، وهذا شيء ايجابي لانه ضروري ان يكون هنالك تفاعل كذلك مع الجيل الصاعد في هذا المجال الصحافه، ان كان من اجل ان نقوي المهنيه في هذا المجال، وان نعمل جميعا لبلوره الاشكاليات الحقيقيه بالنسبه لي للراي العام، وان لا يكون هنالك تشويش في هذا الاطار. اذا اولا بغيت باش نحكيو بسرعه نقدم لكم الاشكاليه اللي هي مطروحه اليوم، وكذلك نتكلم على ما تم تحقيقه من انجازات وما هي الفكرات التحديات التي نواجهها، ثم نضعوا لكم الصوره في الاستراتيجيه التي وضعناها داخل الحكومه الجديده. اولا كنعرفوا جميعا كنا بان بلادنا كما تعلمون المنطقه اللي احنا فيها هي منطقة اللي فيها الإجهاد، الإجهاد المائي، وهذا يعني أنه اليوم حنا دزنا من مراحل ديال منذ المياه إلى مرحلة الإجهاد المائي، ودخلنا في هذا المسجد، وهذا أمر ماشي جديد، لأن مع التغيرات المناخية كنا عارفين بأنه ابتداء من سنة 2008 بأن هذه الإشكالية غتطرح في حدة، أكثر من ذلك حسب المعطيات الدولية اليوم من 2050 يمكننا نضيعوا 30% من الواردات المالية سنويا، وهذا يبرهن على خطورة هذه الإشكالية بالنسبة لبلادنا. وفي الوقت كذلك خصنا نعرفوا بأن هذه الإشكالية المالية ديال ضعف الواردات المالية فهي تتواجد على إشكالية أخرى وهو ارتفاع الحرارة. واليوم يمكننا نقولوا بان اليوم بلادنا المتوسط ديال الموارد المائية الطبيعية هو 22 مليار كيلو متر مكعب في السنة، اللي هي فيها 13 مليار ديال متر مكعب في السنة بالنسبة للمياه الصحية، و 4 مليار ديال متر مكعب بالنسبة للمياه الجوفية. في الواقع التساقطات تتطح سنويا 140 مليار متر مكعب، تتبخر منها 113 مليار متر مكعب نتيجه ديال الحراره. الاشكاليه هنا وهو ان درجات الحراره فهي كترتفع، انتم عارفين بان بالنسبه للتغيرات المناخيه الهدف وهو اننا ما نجاوزوش 2 درجات ديال ارتفاع ديال الحراره في هذا الاطار. بالنسبه لها الواردات المائيه فهي مركزه على 7% ديال المساحه الوطنيه، اي ان 51% من الواردات على المستوى الوطني تتكون اساسا في الحوض المائي ديال السكون، الحوض المائي ديال الدوكوس، والحوض المائي ديال الدوكوس، هذوما اساسا اهم المناطق اللي هي فيها هذا الارتفاع ديال النمو، وبالتالي ف 49 ديال الموارد المائيه تتبقى 93 ديال المساحة الوطنية، وبالتالي هذا الاتجاه انه المتوسط السنوي ديال الماء ديال كل مواطن اللي هو المفروض اننا نكون فوق 1000، حنا عمليا عندنا اليوم فقط 600 كمتوسط، ولكن في الواقع راه كاين بعض المناطق اللي هي ما تتجاوز 300، وهذا الاتجاه انه عندنا اشكال كبير في هذا الاطار. من جهة اخرى وقع واحد التراجع كبير ديال نسبة ديال ملء السدود. غير في الأربع سنوات الماضية كنا في 2018 62%، ضبطنا إلى 49% في 2019، ضبطنا إلى 37% سنة 2020، ضبطنا إلى 34% سنة 2021، واليوم حنا 12.7%، أي أن هنالك تراجع مستمر، ماشي هذه ظاهرة ديال هذه السنة، هذه ظاهرة كيميائية اللي كاينة في بلادنا واللي تخصنا بالطبع اننا نتفاعل معها بسرعه. وبالتالي الوالدات حسب الاحوال بحال اللي قلت لكم، فمثلا سبوا هذه السنوات الماضيه تجون واحد الوالدات في المتوسط الوالدات كان 2 مليار متر مكعب، وفي الوقت اللي مثلا زيز ما تتجاوزش 77 ديال متر مكعب، ولكن هذه السنه راه الحاله اصعب. لانه اليوم مثلا حتى بالنسبه للسبو ما طاحتش اكثر من 150 مليون متر مكعب، وفي كانت تجي
جوج مليار كمتوسط، بالنسبة لسوس ماسة مثلا 11 مليون متر مكعب فقط. فهذا تبين الخطورة اللي واضح لأن حنا كنبرمجو. ولكن في نفس الوقت كذلك باش أننا يكون عندنا واحد التقييم واقعي، أننا حنا باقي ما وصلناش للمستويات ديال التمانينات، لأن النسبة ديال التمانينات بالنسبة لمادة السدود ما كانتش تتجاوز 14% وقت ديال الجفاف اللي كان في التمانينات، وبل أكثر من ذلك وصلت واحد السنة إلى فقط 7%. إذا هذا باش نقولوا بأن صحيح أن الوضع صار، ولكن الوضع تيبقى في مستوى أفضل من التمانينات، ولكن هذا ما يعنيش بأننا ما تنقدرش نواجهو، بل أكثر من ذلك خصنا نقومو بالواجب ديالنا فهاد الإطار. هاد السياسات بحال اللي تفضل السيد الرئيس وتكلم على واحد الأمر مهم، وهو أن بلادنا الحمد لله أنه فضل السياسة ديال الملك الحسن السيد رحمه الله ديال سياسة السدود والمواكبة اللي دار كذلك ذات الملك محمد السادس، دار واحد المجهود كبير في هذا الإطار، ويمكن أن نقولوا بأن الحمد لله بلادنا تطوف على 149 سد كبير بسعة إجمالية ديال 19 مليار متر مكعب، وعندنا اليوم 15 سد قدر الإنجاز اللي غتوصلنا إلى 24 مليار ديال متر مكعب ديال الإمكانية ديال سعة إجمالية ديال السد. عندنا 136 سد صغير، عندنا 16 مشاعر تحويل المياه، وعندنا 9 محطة ديال تحلية مياه البحر. بالنسبة للعالم الحضاري يمكن نقولوا بأن وصلنا 100% معلوم ديال الماء سهل الشرب، وبالنسبة للعالم القروي فاحنا كنوصلوا إلى 95%، ولكن بالنسبة للساكنة ديال بالنسبة ل 98%، ولكن بالنسبة للإيصالات الفردية ما تتجاوزش 44%. اي ان عندنا 44% ديال الاسر في العالم القروي اللي عندهم الماء في الدار، اما الاخرين فعندنا الماء في الصحراء. هذا هو الفرق باش نعرفوا هذيك 98% شنو هي، وباش نقولوا كذلك باش نهضر معكم انا بصراحه، هذه 98% بحكم هذا الجفاف اللي كاين، فاليوم عندنا 75% اللي هي فيها الماء، لان كاين الساقين ما بقاش فيها الماء بحكم هذه الاشكاليه اللي هي مطروحه ديال مضرات المياه. وعلى الامكانيه ديال السقي ديال 2 مليون هكتار، دار واحد المجهود كبير كذلك ديال التنقيط، اليوم السقي التنقيط في السقي الموضوعي وصل الى 700,000 هكتار اللي تم القيام به خلال 2008 الى اليوم. وهذا خصنا نعرفوا بان معلوم الماء تساهم كذلك في توليد الكهرباء، 15% ديال الماء اللي هو كيتم انتاجه بلادنا كيجي من الكهرباء المائيه. كذلك بالنسبه لاهم المنجزات، وهو عندنا واحد القانون مهم ديال الماء اللي تم تكوينه في 2015 اللي وضع الاطار القانوني الرئيسي، وضع كذلك الحكامه عند المجلس الاعلى ديالنا، عندنا الاحواض المائيه باش انها تقوم بتكبير، وعاد كذلك العمل اللي هو تنتاج بالنسبه للوقايه والحمايه من الفيضانات، زياده على هذا الامر اللي هو مهم، وهو الملوث المؤدي اللي هو الملوث اللي يلوث الماء تقصو يخلص الهدف. كذلك من بين الامور اللي هي اساسيه باش ما نطولش عليكم، وهو انه من بين الاكراهات والتحديات اللي عندنا، وهو ان كاين واحد ارتفاع مهول وهذا شيء ايجابي ديال الطلب الاجمالي ديال الماء، لان مع التمدد ومع الصناعه الحمد لله اللي هي تتطور، مع السياحه اللي هي ان شاء الله غتسترجع القوه ديالها، فهذا الامر كله تيجعل ان الطلب على الماء فهو كبير. دابا تنوصل واحد 16 مليار ديال المتر مكعب اليوم، ولكن في افق 2050 تنتكلم على 19 مليار متر مكعب. ومن جهه اخرى عندنا اشكاليه ديال انجراف التربه والتوحل حقينه السدود، صحيح عندنا سدود، ولكن اليوم الواقع اللي عارفين بان كاين العديد من السدود اليوم كاين واحد النسبه ديال التوحل اللي هي كبير بالنسبه للحقينه ديال السدود، وبالتالي مثلا ملي تنجيو تنقولوا بان عندنا 200 مليون متر مكعب في واحد السد، في الواقع عندنا فقط 70 مليون متر مكعب، اذا 30 مليون ديال 30 شات بالنسبه للتربه اللي هي كاينه تما، باش نعرفوا حتى الارقام ديالنا فهي فيها
مغالطات نتيجة ديال التوحد ديال السلطة. كذلك انه وبغيت نضيف كذلك من الامور وهو اشكال ديال استغلال مفرط ديال المياه الجوفيه. هنا تنعرفوا بان في الثمانينات بحكم ان كان جفاف وقع واحد استغلال مفرط ديال المياه الجوفيه، ولكن مع الاسف واصلنا في هذا الامر. وبالتالي مثلا بالنسبه للطبقه المائيه بالنسبه لفاس وكناس فعرفت واحد التراجع بالنسبه للفرشه المائيه ديال 30 متر. بالنسبه للبرشيد عندنا 2 متر سنه ديال انخفاض ديال الفرشه المائيه، وهذا وانتم عارفين بان الفرشه المائيه ما فيهاش تعوض، وبالتالي راه عندنا اشكاليه في بعض المناطق اللي غلطوا صعوبه كذلك باش نشوفوا. وكاين بعض المناطق اللي ما فيهاش فرشه مائيه، دابا عندنا في المغرب 36 فرشه مائيه، ولكن كاين مناطق بحال دابا الناظور ما فيهاش فرشه مائيه، وبالتالي يمكننا الا نشوفوا المياه السطحيه باش اننا نوصلوا الماء او لا تحليه المياه بحال هذا الشيء اللي غنديروا. وكاين كذلك اشكاليه اللي هي مطروحه واللي وضعناها بكل وضوح، وهو ان هذا المجهود اللي دار اليوم دات واحد الاستراتيجيه في 2009، وكان المفروض ان في اطار هذه الاستراتيجيه اننا نكونوا جاهزين في هذه الفتره اللي حنا نعيشوا فيها تنظروا منها اليوم باش يمكننا نواجهوا هذه النظرات المياه والاتجاه اللي كاين في مجال الماء. اليوم مع الاسف وقع واحد بطء في الوتيره لانجاز هذه الاستراتيجيه، والوضع اللي حنا فيه اليوم فهو ناتج كذلك على تغيرات المناخيه اساسا باش نكون كذلك موضوعي، ولكن كذلك تاخر في انجاز الاستراتيجيه كان عندها وقع كذلك قضيه احنا تنظروا منها اللي هي نتج طبعا امور ديال الندم كراهيه ديال التمويل على المشكل كذلك ديال انخراط ديال القطاع الخاص اللي هو قليل في هذا المجال، وكذلك اشكاليه ديال المقاولات ما عندناش المقاولات الكافيه باش انها تقوم بهذه الانجازات بكره باش نكونوا كذلك موضوعين في هذا الاطار. في الثلاث سنوات الاخيره عرفنا واحد التراجع كبير ديال التساقطات المطريه، واليوم يمكن نقول لكم بانه العجز المائي بالنسبه للحوض كيرزيز غريس وحوض درعا وبنون فهو وصل الى ما بين 30 الى 50%. بالنسبه لابي القراط والساطيه الحمراء واللوكوس والسبو العجز وصل الى 70%. وبالنسبه للسوس ماسه وتنسيفت وام ربيع وام الويا العجز تجاوز 80% ديال التساقطات المطريه. اذا باش نوضعوكم في الصوره ديال الوضعيه اللي حنا تنمروا منها بالطبع باش نكون كذلك موضوعي، خاصنا نعرفوا بان شهر مارس وشهر ابريل هما شهور تطيح فيها 21% ديال الكميه اللي تطيح في السنه، بالتالي باقي علينا الامل ان شاء الله ان هذا النقص ما يكونش بهذا المستوى اللي حنا فيه اليوم. وبحال اللي قلت وهذا جعل انه بحكم ان كاين واحد البطء في انجاز الاستراتيجيه ديالنا، بحكم انه كذلك بطء في تطبيق البرنامج اللي عطاها التوجيه ديالو جلاله الملك ديال البرنامج 2027 اللي تيتعلق اساسا بالماء الصالح للشرب وبالسقي. هذا البطء كله زيادة على التراجع ديال الواردات المائية جلت أن بعض الأحوال فهي وصلت لواحد المرحلة دقيقة جدا، وهذا تجعل أنه بحال اللي قلت لكم بالنسبة للحوض المنوية بالنسبة للحوض ديال المربيح الحوض ديال التنسيف اللي قلنا لها جلت 80% والحوض ديال زيز غريس رقم باش تعرفوا علاش تنتكلموا. بالنسبة اليوم إلى يوم إلى 3 مارس عندنا بالنسبه للمنويه اللي كاينه في حقيبه ديال الشدود فقط 132 مليون متر مكعب، 132 مليون متر مكعب ماشي اللي بقى في الشدود كلها اللي كاينه في المنويه. بالنسبه مثلا ندوزو للتنسيت عندنا اليوم 32 مليون متر فقط، المتوسط ديال واحد المدينه متوسطه فهي تستهلك 40 مليون متر مكعب باش نعطيكم الصوره ديال الوضع. اذا امام هذا الوضع حنا ملي جينا للحكومه
بدنا درنا التشخيص اول شيء اللي ركزنا عليه وهو اننا بغينا نسرعوا في البرنامج ديال تزويد الماء الصحي للشرب ديال 2027 باش ما نطولش عليكم بعد ما نرجع لهذه النقاط التحليل اللي فيه 115 مليار ديال الدرهم. ولكن قلنا من الضروري اننا نديروا برنامج استعجالي لتامين تزويد الماء الصحي للشرب اولا بأحواض المويه والربيع والتنسيج وكاين زيز اي ان هذه الاحواض اللي فيها الضعف وفيها العجز انه ضروري اننا تكون واحد الاستباقيه وبالتالي ولذلك شهر جانفير درنا اتفاقيه وانطلقنا في التنزيل ديالها على ارض الواقع باش يمكننا نوفروا الماء ونضمنوا الماء بالنسبه لهذه الاحواض اللي هي اساسيه واللي غتعرف واحد الضرر كبير. ولكن باش نكون معكم صريح كذلك اعطينا الاولويه الماء صحيح الشرب على حساب الفلاحه لان كان ضروري اننا اولا مواطن ثانيا علم الفلاحه ان شاء الله ومن بعد ثالثا عندنا السياحه والتجاره وبالتالي وفرنا واحد البرنامج ديال 2 مليار و 120 مليون ديال الدرهم خاص بهذا المجال زياده على مليار درهم اضافي بالنسبه للصدود الصغرى الاقتصاديه اللي غنتكلم عليها الان. بالنسبه للحوض المنويه اول شيء اللي درنا وهو درنا لجنه اليقظه وديال التتبع اللي تيتراسها الوالي باش نعرفوا مع الادارات المعنيه باش يكون تتبع يومي ديال الوضع باش نجعلوا انه ما تكونش انقطاعات كبيره في الماء باش ان الماء يبقى في المدينه الى اخره يوصل للمواطنين انه باش ناخذوا التدابير اللازمه. اذا اول شيء اللي درنا وهو اننا استغلال المياه محطات ضغط مولي لتزويد اقاليم الناظور ودريوش وبركان والمراكز المجاوره. قناة الضفة اليسرى لجر المياه لتزويد الناظور إلى آخره، سد بشراعة النادي. كذلك وضعنا منصة الضغط لاستغلال الأجزاء السفلية بالنسبة للحقينة ديال السدود. وهنا نرجع لسد محمد الخامس. اللي قلت لكم قبل قبيل، سد محمد الخامس كنا حاسبين بأن عندنا 13 مليون متر مكعب. ملي جينا نستغلو صبنا مليون و800 ألف متر مكعب فقط. وبالتالي هذا الاستغلال اللي كنا بغينا نديرو ديال حقين السد ما كانش هذه الامكانيه 11 سد الى اخره وغنطلقوا انجاز محطه ديال تحليه المياه البحر بالناظور باش انها تزود الماء صالح الشرب بالنسبه للناظور بالنسبه للدريوش بالنسبه للمناطق الاخرى بهذه الكيفيه هذا الخصاص يمكننا انجازه. غنتكلم كذلك على الحوض ديال الام ربيع كذلك اللجنه راه تكلمت عليها. بالنسبه للحوض الربيع باش نكون معكم واضح اول شيء اللي درنا وهو اننا درنا الشوط الاول اللي كانت ربط شبكه المياه الشرب لشمال الدار البيضاء بجنوب الدار البيضاء. اليوم جنوب ديال الدار البيضاء كما تعلمون فهو ممول كيوصل له الماء من سد محمد بن عبد الله من الحوض المائي ديال امير القرار. ولي تيدي الماء للدار البيضاء الجنوبيه وبالنسبه للدار البيضاء الشماليه كانت تيجيها من سد المسيره بحكم ان حقينه سد المسيره وصلت الى 7% فقط فهذا تجعل انه كان من الضروري اننا نديروا هذا الربط باش سد محمد عبد الله هو اللي زود الدار البيضاء ككل باش ما يوقعش قطاع الماء في الدار البيضاء. كذلك غنطلقوا ان شاء الله يوم 9 مارس مشروع ديال محطة تحلية المياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات اللي غتكون ديال 300 مليون متر مكعب. وغنشتغلوا كذلك على تسريع إنجاز محطة المياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب وكذلك غنشتغلوا على التنقيب ديال المياه الجوفية. بالنسبة للحوض ديال تنسيفت كذلك دار واحد البرنامج خاص في هذا الإطار خدينا 20 مليون متر مكعب سد مولاي يوسف اللي كان هو موجه للفلاحه فوجهناه لتزويد مدينه مراكش وغنديروا سدود كذلك صغرى وتليه ل 16 سد في المنطقه وغنقوموا كذلك بتحسين شبكه التوزيع لمدينه مراكش لان عندنا بزاف ديال الضياع في هذيك الشبكه تتمشينا 40% ديال الماء فقط في القنوات وغنشتغلوا كذلك على صيانه الاثقاب المنجزه ومحاربه كذلك ديال سرقه الماء. وحوض كير زيز غريس
هنا الحمد لله تحت واحد 4 ديال 100 متر مكعب دابا نختفوا، وكذلك حنا تنشتغلوا باش اننا دار واحد المراكز ديال تحليات المياه الجوفيه، لان عندنا بعض المناطق اللي فيها الماء ولكن ما مالح، وبالتالي خصنا كذلك نردو قابل للاستعمال ونشتغلوا في هذه الاطار. وكذلك باش نختم بالنسبه للعالم القروي، درنا كذلك واحد برنامج استدراكي وتكميلي ديال 1,200,000,000 ديال الدرهم من اجل انجاز سدود تليه والسدود الصغرى. انا نعطيكم واحد الرقم، حنا ان شاء الله غنطلقوا في 2022 23 24 129 سد تلي. حنا في المغرب دابا الى يومنا هذا 135 فقط، اي حنا في ظرف 3 سنوات غنوصلوا للمستوى اللي كاين على الصعيد الوطني ككل، واللي كان المفروض انه اذا غنديروا واحد 40 سد السنه في الوقت اللي العدد ما كانش يتجاوز 8 في بعض السنوات، ماشي بكيفيتين. غنكريو كذلك الشاحنات السريجيه باش نوصلوا الماء للمواطنين في الدواوير، وغنلقوا المشيره كذلك بعض الشاحنات، وغنديروا كذلك وهذه مهمه جديده محطات متنقله لتحليه المياه باش نوصلوا الماء كذلك للمواطنين. اخيرا اللي باغي نضيف وهو انه زيادة على البرنامج الجالي، حنا بغينا نعطيو واحد النفس جديد للاستراتيجية ديال الماء في بلادنا. وفي هذا الإطار أنه أولا غنسرعوا الوتيرة لإنجاز السدود الكبرى. السد اللي هو بدا في السنوات الأخيرة تيبدا 7 سنين إلى 10 سنوات، غنحاولوا نديرو في 5 سنين. يكون واحد التتبع بأن آليات خاصة في هذا الإطار باش نوصلوا لهذه النتيجة. ثانيا اننا غنوسعوا الربط ما بين الاحواض باش تكون واحد الشبكه، باش فوق ما كان واحد نقص بعض السدود اننا يمكن نوفروا الماء باش نضمنوا الماء للجميع. ثالثا اننا غنديروا واحد المجهود خاص للحفاظ على المياه الجوفيه. رابعا اننا غنشتغلوا، وهذا شيء جديد، وهو تحليه المياه. غنديروا هنا عندنا واحد 9 10 ديال المحطات، غنوصلوا ان شاء الله الى 20 محطه ديال المياه الجوفيه. واخيرا غنشتغلوا كذلك على، وهذا امر اللي بغيت كل شيء ساهم فيه، وهو النجاعه المائيه، لا في مجال ديال البناء ولا في مجال ديال الاداره ولا بالنسبه للمواطنين في الاستهلاك ديالهم اليوم ولا بالنسبه للقنوات اللي تفسنا القرش اللي فيه الضياع كثير. هادشي كله تيطلب اننا نشتغلوا باش اننا نحسنوا النجاعة المائية، زيادة كذلك على استغلال كذلك الشيء المهم، وهو استغلال معالجة المياه العادية. هذا كذلك تنرفعوا منه ان هذا الماء تضيع تنستغلوه، وكذلك في اطار النجاعة المائية انتم عارفين بان سنويا 4 مليار ديال المتر مكعب تتمشي للبحر. وهذه المعايير ديال المتر المكعب خصنا كذلك نبقوها لصالح المناطق اللي هي اكثر تضررا، زياده على الحملات التحسيسيه ان شاء الله اللي غنقوموا بها اللي غادي تنطلق ان شاء الله في اواخر هذا الشهر، غنجيبها لكم مع رمضان، باش ان كل واحد فينا يقوم بالدور ديالو طبقا للتعاليم ديالنا الدينيه، وطبقا كذلك للتعاليم الكونيه الهادفه الى الحفاظ على الماء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان نسال الله ان تكون هناك ابطال خير في هذه الايام المتبقيه وان نعيش جفافا حقيقيا. الان السي محمد العومي غادي يطرح واحد الاسئله بسيطه وتفصيلي عن ما جاء في هذا العام، وغادي نفتحوا من بعد لقاء للطلبه والصحفيين والمهتمين واللي عندهم تساؤلات في هذا اللقاء، ونتمنى ان تكونوا معنا في هذا اللقاء. شكرا الميزة أمينة. السيد الوزير تحدثتم عن انتقال المغرب من حالة نقص المياه إلى حالة الخصص، إلى أن النظر في المستقبل بواقعية يفرض علينا أن نتحدث معكم السيد الوزير عن عجز مائي مزمن، وهذا قليلا ما يتحدث عنه المسؤولون.
منذ عقود هناك الحديث عن الخسارات والعجز والنظرة والأزمة لما أطلقت سنة 2009 استراتيجية وطنية للماء بكلفة 115 مليار سنتيم. أين هي تلك الاستراتيجية؟ ما هي نتائجها؟ أين صرفت تلك الميزانية؟ شكرا. أولا أنا بغيت فقط ندقق بعض الأمور. أولا هذه الإشكالية التي تكلمت بها هي إشكالية حقيقية مرتبطة بالتغيرات المناخية. تتكلم على التغيرات المناخية تتكلم على جوج الأمور. الأمر الأول وهو أنه بلادنا من البلدان اللي هي مع الأسف هي اللي غتعاني كثير من التغيرات المناخية. الأمر الأول وهو أنه غندخلوا في سنوات ديال الشح ديال المياه ديال الجفاف، ولكن كذلك غتكون عندنا سنوات ديال الفيضانات غندخلوا في مظاهر القصور ما نسمي بمظاهر القصور. اي ان نفس السنه يمكن عندك تكون عندنا في بعض المناطق جفاف كبير، وداخل المغرب كذلك تكون عندنا فيضانات كثيره في بعض المناطق او ثلوج كثيره. بالتالي هنا تطلب منا اننا نغيروا ياش انا يمكن نقول لكم حتى مثلا بالنسبه للوزاره ديالنا في مجال التجهيز بالنسبه للبناء ديال الطرق كذلك اليوم فهي الطرق تعاني من هذه الاشكاليات، وبالتالي من الضروري اننا نغيروا كذلك النوعيه ديال الطرق اللي ترسم لي باش الا تواجه تاقلم مع التغيرات المناخيه. ثانيا بالنسبه للاستراتيجيه اللي تفضلتي بها 115 مليار درهم فهي مرتبطه بالبرنامج الوطني ديال الماء سهل الشرب وديال كذلك وديال السقي مياه السقي اللي عطى انطلاقه لذلك في يناير 2020. بالنسبه للبرنامج الاستراتيجيه ديال الماء 2009 2030 هذه الاستراتيجيه في الواقع فهي جات باش تواجه واحد الاشكاليه حقيقيه. شنو هي؟ وهو اننا عرفنا باننا غنطيحوا في هذه الاشكاليه ديال ندرات المياه وتخاف في هذا الوقت، وهذا كذلك كان الحكومه الاستاذ الفاسي، وهو انه في هذا الوقت وصلنا للقناعه بان تخصنا كذلك انه الامكانيات المتاحه جواج هذا الامر بحكم هذا التراجع اللي كان في الفرشه الماليه انه تخصنا كنا نضاربوا. ولذلك هذه الاستراتيجيه جات بامور واضحه. اولا تبعت ما يمكن تبعته من مياه خلال السنه تبرمج من 2009 الى 2057 او 2030 57 سنه، اي بمعدل 3 سدود في السنه. فهذه 10 سنوات الماضيه كان المفروض نديرو 32 سنه بمعنى 15 في طول الانجاز. ثانيا انه كذلك في الامور اللي كانت دارت بان كانت المفروض تكون عندنا 20 محطه ديال تحليه المياه من 2030، ولكن باش نكون دقيق اكثر كان المفروض انه في الدار البيضاء تكون عندنا محطه ديال 125 مليون متر مكعب في 2016. هذه المحطه باقي ما تعطاتوكوها اليوم. ومحطات اخرى كذلك في مناطق اخرى بحال السعيديه كذلك بالنسبه للبنويه اللي عندنا اليوم واحد الخصص كبير كانت المفروض تكون جاهزه في 2019. ثالثا وهذا الشيء اللي هو اصعب وهو انه كان المفروض كذلك من خلال هذه الاستراتيجيه اننا ماشي غير نحافظوا على الفرشه المائيه بل اننا نطعموا اصطناعيا الفرشه المائيه من خلال السدود الصوره اللي كانت غدار، وحنا كانت مبرمجه 1000 سد تلي الى غايه 2030. اذا المدار هو السيد الوزير باش خصنا نقولوا لهم هذا انه ما كاينش هناك تصدير الاعلان التوضيح نتاع هذه الاستراتيجيه وايضا خطط اخرى. 2018 شكلت لجنه وزاريه خاصه بالموضوع، 2015 تم تحليل القانون بحال اللي شرطه، ولكن هذا القانون لو انه طبق ولو غير الربع نتاعو كنا غادي نقصوا من هذه. الا ترون السيد الوزير لانه نحن في المغرب نكثر الحديث على الماء لانه هو الحياه، لكن لم نقرر بعد او نعمل على ان لا يخضع الماء للسوق ومنطقها ولجشع التجار والراسماليين وان لا يتم تحويله الى صناعه.
هنا يا سيدي باش كذلك نتفاعل مع التدخل ديالك والسؤال، هو تدخل في الواقع ماشي سؤال. فهذا الاطار جوج امور بالضبط. الامر الاول هو اذا كان هذا النقص اللي تكلمت عليه في الوتيره فهي كاين اسباب باش نكونوا كذلك موضوعيين. نرجع اولا عن الاكراهات الماليه بحال قلت، نرجع لكم انه تطبيق مثلا اللي تنجيو به واحد السد اليوم كاين صعوبات كثيره في النزعه الملكيه، بالتالي هذا تؤدي الى تاخر تاخير التطبيق ديالو، ونرجع كذلك على الاولويات اللي تم تحديدها في حكومتين سابقتين. بالنسبه للنقطه ديال الجشع انا باغي نذكر بان اليوم بالنسبه للقضيه ديال الماء حاليا انتم عارفين بان الغالبيه ديال المناطق فهي الكسب الوطني ديال الماء والكهرباء. ثانيا بان السعر ديال الماء وديال الكهرباء فهو محدد على الصعيد الحكومي، اي انه اليوم القطاع الخاص او لا اللي هو كان دابا التطبيق وفوار فما يمكنش يدير السعر ديالو، اي انه كاين واحد الحدود في هذا الاطار. وتحسنا نعرفوا كذلك بان صحيح انه وقع واحد الارتفاع مهم ديال الاسعار بالنسبه للكهرباء اللي دار في الحكومه ديال 2013 2014، ولكن اللي وقع التغيير فيه وهو التسعيره، كيفيه التسعيره، اي درنا تسعيره انتقاليه، اي انه الواحد فرق توصل لواحد الشهر فتيخلص كل شيء الاستهلاك ديالو في هذاك الشهر، ولكن بالنسبه لنا لم تكن هنالك اي زياده. واليوم خصنا نعرفوا بان الماء تتباع المواطنات والمواطنين بالاقل التكلفه ديال الانتاج. طيب السيد الوزير تحدثتوا على ما يمكن وقع الاستراتيجيات السابقه والبرامج اللي تحددت، وانتم ايضا اكدتوا بكلمات اخرى غير الكلمات اللي وردت السابق، اعاده تنظيم القطاع، الشفافيه ومحاربه الفساد اللي كيهزوا هذا القطاع، الالتقائية بين الفاعلين والتنسيق المندمج في السياسة العمومية في المجال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما لم يقع في الواقع، وأهم سياسة مطلوبة والتي يتم تفاديها هي الحد من استنزاف المياه من قبل كبار مستغلي الأراضي الفلاحية اللي الآن راوغت عليهم وما تجاوبش عليهم. جاوب أنا ما نقولش بالعكس، انا تكلمت على الانقلابات ودابا عاد شفت علاش بغيت نتكلم. اذا غير بالنسبه للنقطه بالذات حنا كذلك خصنا نكونوا واضحين، حنا على طرح القضيه اليوم عندنا اشكاليه حقيقيه وهو انه 85% ديال الموارد الماليه فهي تستغل في مجال الفلاحه، واليوم كذلك اننا بحال اللي قلت ان دار واحد المجهود اللي خصناش نساوه، لان اليوم كانت عندنا لما عدا 700,000 هكتار اللي تستعمل تنقيح في مجال ديال السقي، وهذا تيجعل انه تيقلل من استعمال ديال الماء، ولكن في نفس الوقت وقع تسريع وتيره ديال الانتاج الفلاحي وكذلك توسيع كذلك الضيعات الفلاحيه في هذا الاطار. الاشكال اللي عندنا اليوم هو اللي بغينا نشاهدوا السيد الوزير هناك ما نشككوا فيها، لان من 2 مليون هكتار بحال اللي شرطي اللي هي مسقيه، هاد 700,000 هكتار هناك من يقول بان هذه ارقام تقدم وهي غير صحيحه، لنفخ في الرقم باش نوصلوا 700,000. انا تنعطيك الارقام الرسميه، اللي تيشكك يعطيني الارقام ديالو منين جابها، فاحنا لازم تصنع نطلقوا واحد المنطلق. لان انا نقول لك علاش هذه الارقام يمكن الا تكون صحيحه، لانه هذا التنقيط اللي دار والتحويل الى التنقيط بدا بدا الدوله، الدوله كانت بالنسبه للتعطي ما بين 65% الى 80% بالنسبه للفلاحه الصغيره. اذا بحكم ان كاين دعم، اذا كاين مراقبه، كاين تتبع، كاين معرفه ما تجمع الانتاج. كان يكون شي مستويات قليله ديال الفرق، ولكن لا اظن ان يكون الفرق كبير في اللي مهم. هذا الامر هو اللي بغينا نركز عليه، وهو انه اليوم حان الوقت باش نديروا عقد ديال الفرشة المالية. شنو هي العقد ديال الفرشة المالية؟ اي انه غنديروا واحد بحكم ان تكلمتي على الضياع الكبار، ان شاء الله خلال هذا الشهر غيتم التوقيع على الحفاظ على الفرشة المالية ديال بنيت النواحي ديال الراشدية.
انتم عارفين كاين غابات كبيره هناك اللي هي تستعمل بالنسبه للتمور. اليوم حنا بغينا نحدو من هذا الاستغلال المفرط ديال الماء من خلال هذا التدبير المندرج ديال الماء. وهذا التدبير المندرج ديال الماء شنو المعنى ديالو؟ المعنى انه غنحدو شنو هو الى اقصى ما يمكن القيام به من استثمارات في هذه المنطقه في هذا الاطار باش اننا نضمنوا ان الفرشه المائيه اللي بحال اللي قلت زدنا الدرجه الاولى غندوزو الدرجه الثانيه باش اننا نحافظوا عليها باش نحافظوا على الشيء الواجب. لان كاين ثلاثه المستويات في كل فرشه مائيه في اقليم التافلات كلها وقع يعني الوصول الى المستوى الثاني مما يجعلنا قريبين من المستوى الاخير اللي يعني خلق الجفاف في الفرشه المائيه. التافلات طبعا مناطق اخرى عاشت قرون هي كتزرع النخل كتنتج التمور ولكن كان دائما هناك توافق بين الانسان والطبيعه وملائمه الحاجات الانسان. سيدي وزير شرطه الى انه في الثمانينات كان وصل العجز الى 14% في السدود لكن في الثمانينات كان اكثر المغاربه يعيشون في البوادي ويتدبرون امر مائهم باشكال تقليديه وكانت ايضا الفرشه المائيه تزود الجميع بواسطه الارض. اليوم ليس هذا هو الحال والمغرب مدن المغرب والبوادي مهدده بالعطش في المستقبل. اخرج يعني قبعه كامين عام لحزب الاستقلال استقلال عن مسؤولية حزب الاستقلال في تدبير القطاع اليوم هو مرتبط بالماء مباشرة ونعلم أن الاختيار تاع حزب الاستقلال لم يكن بدون شك صدفة. فحزب الاستقلال تولى حقيبة التجهيز لمدة سنوات طويلة وهناك من يعتبر بأن له مسؤولية في الأوضاع الحالية. انا في الاطار بين الامور اللي جعلتنا اننا نختاروا هذا القطار وهو لمواجهه الاشكاليات المطروحه على ارض الواقع نتيجه العديد من التراكمات. ولكن نذكر بان حزب الاستقلال اللي تولى هذه الوزاره فهو هو اللي وضع الاستراتيجيه اللي تكلمت عليها في 2009 كانت تبقى ما كناش نقولوا في الوضعيه. هو كذلك اللي واكب السياسه ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله في مجال السدود في السبعينات واللي وقع التسريع فيه لجعلنا انه وتسكن تعرفوا هذا الامر هو جهه الملك كان خطب في الستينات تيقول بان غنوصلوا ان شاء الله مليون هكتار مسقيه في افق سنه 2000. وصلنا لهذه النسبه ديال مليون هكتار مسقيه سنه 1997. هذا تبيين بان هذه الاستراتيجيه الحاكمه جهه الملك والمواكبه والتطبيق ديالها على ارض الواقع ظهرت وزراء حزب الاستقلال اللي كانوا في الحكومه في السبعينات وكذلك الوزراء الاخرين منهم السيد زياد الفقيه والسيد محمد الخباج الى اخره فهو ساهموا في تطبيق هذه السياسه. اكثر من ذلك دات واحد البرنامج اللي هو مهم جدا ديال باجير اي انه بالنسبه باش نزودوا العالم القروي تكلمت على الثمانينات صحيح بان غالبيه الغربه كانوا في العالم القروي ولكن اللي هو اصح وهو غالبيه الغربه ما كانش عندهم كما توصلوا وبالتالي بهذه السياسه اليوم عندنا 99% ديال العالم القروي اللي تيوصلوا للماء في اطار الساقيات و 44% ديال المواطنين اللي عندهم ربط بالشبكه الفرديه. وبالتالي اليوم اللي هو اساسي بالنسبه الينا وهو ان على جاهدين على ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول وهو على المدى القصير استدراك ما يمكن استدراكه. العمل الثاني وهو أننا نغير هذا المقاربة. عندنا إشكالية حقيقية، هل 85% ديال الماء تتمشي للعالم القروي؟ لا تتمشي للفلاحة. اليوم تخصنا كذلك أننا نجعلوا أننا نستغلوا مثلا معالجة المياه من أجل كذلك استعمالها في مجال الفلاحي. باش اننا نقلصوا من هذا الضغط على وكذلك تحليه المياه وهذا هذه فرصه لان الحمد لله اليوم التكلفه ديال تحليه المياه فهي اقل مما كانت عليها في الماضي خصوصا مع الطاقه المتجدده خصوصا الطاقه الريعيه
اللي جعلت انه مثلا بالنسبه للداخله لهذه المحطه اللي ان شاء الله غتنطلق قريبا لتلبيه المياه، فالماء غيخرج في المتر المكعب غيخرج بجوج دراهم وعشرين، وهذا بالنسبه للثمن ديال الانتاج جوج دراهم ونص بالضبط. فروق اللي مثلا في اكادير ما استعدناش فيه الطاقه المتجدده، فهذه التكلفه توصل 5 دراهم وعشرين، وبالتالي هذا تيجعل انه اليوم عندنا فرص جديده وكبيره باش اننا بالنسبه للمناطق الساحليه اننا نستغلوا المياه وتحليات المياه ونعالوا بهذه الكيفيه بحكم ان السدود غنبداو نوجهوها اساسا المناطق اللي ما فيهاش البحر باش اننا نضمنوا كذلك مأكسب الشرب بالنسبه للمناطق الداخليه في البلاد. هناك السيد الوزير العديد من الاسئله التي يطرحها الماء كريهة المغربي ويصعب ان نطرحها جميعا، ولكن تحدثتي قبل قليل على انه التساقطات المطريه كتوصل في بعض الاحيان الى 140 مليار في مجموع، بينما اللي كيستافدوا منه في احسن الحالات هو 22 مليار متر مكعب، فما بين 140 و 22 مليار رقم واضح بانه ينبغي ان نستفيد، وهذه سياسه متكامله الان لا يتم يعني ما شفنا منها والو في هذه الجريده، ما كاينش حديث عليها، الحفاظ على التساقطات المطريه. وعشت مع السيد الوزير مع الشعب المغربي حمله واسعه للمقاطعه الاقتصاديه، همت ثلاث مواد اساسيه منها الماء من خلال مقاطعه اكبر الشركات المعذبه للمياه في المغرب. وقد اضطرت هذه الشركة إلى النقص من أثمنة منتوجاتها إثر ذلك، إلا أن المياه المعذبة في المغرب لا تطرح فقط سؤال فقير بغلائها، بل تطرح عدة أسئلة مرتبطة بالملك المشترك لهذه المادة الحيوية، منها الامتياز الذي يقدمه لبعض كبار الرأسمالية لاحتكار هذا الإنتاج، ومنها سؤال مهم متعلق بالجودة ومراعاة السلامة الصحية، فهناك حديث واسع لم نسمع الحكومة تتحدث عنه أو المسؤولين في القطاع يجيبون على هذا الحديث حول علو نسب السلفات في الكثير من منتوجات الشركات في المغرب من المياه المعذبة، بينما يؤكد العلماء على أن هذه المادة هي مصدر للجيش. أنا تنظر أنه باش نكون كذلك واضح، القضية ديال الماء السالي للشرب فهو هنالك مسؤوليات متعددة في الإطار ديال الجودة ديال الماء. عندنا أولا الوزارة اللي تقوم كذلك بالتحليل ديال هاد المياه، عندنا من خلال الأحوال المحلية، عندنا كذلك المكتب الوطني ديال الماء السالي للشرب اللي تقوم كذلك بالتحاليل ديالو، وعندنا وزارة الصحة التي تقوم بهذا، وبالتالي يمكن نقول لكم بأن اسمح لي الماء في المغرب ما تديش سرطان باش نكون واضح، ولأن الأمور تدخل في إطار ديال المسؤولية الجماعية ديال هذه الوزارات كلهم وديال هذا الأمر، لأن السلامة ديال المواطنين وأنتم عارفين بتجربة الملك جاد ومع الجائحة اللي مرينا منها حياة ديال المواطنين وصحة المواطنين فوق كل اعتبار، وبالتالي لا يمكن ان يكون هنالك تلاعب في هذا المجال، لان هذا مجال حيوي اساسي بالنسبه للمواطنات والمواطنين وبالنسبه لبلادنا. اصبحت فتره الجفاف كما اشرت السيد الوزير تتجدد كل ثلاث سنوات اخر كل ثلاث سنوات بعد ان كانت السابق العطش يهدد خلال الاسابيع القادمه نوادي ومدن باكملها. السؤال هو الاجراءات المتخذه لتفادي ذلك ومعالم هذه السياسه الجديده، كيف نتاكد سيد الوزير من انها ستخلو من الموعد التي عاشها المغرب سابقا، وان التنفيذ سيتابع ويتتبع هذه السياسه؟ اولا نحن دائما من الدعاه
راه 5 مليار المحاسبة، وبالتالي حنا جينا في الدفع الشفافي إلى الإجابة أن يعني يكون معكم اليوم، ووضعكم في الصورة ديال الوضع اللي عندنا فيه، ووضحكم شنو هما التدابير الاستعجالية اللي خدنا بالنسبة لكل الأحواض، وكذلك وتطلب منكم كصحفيين وكمراقبين أنكم تبدونا كذلك بإنجاز لتداول الممارسة على أرض الواقع، لأن هذا ديالنا وهو ما وصل. أنا نكون معكم صريح، حنا دابا مثلا اقتنينا ونشتغلوا على أنه هذوك الحافلات السريجية باش يوصلوا للماء للقرى، وخصوصا بالنسبة لبعض الدواوير. هذه الإشكالية اللي هي مطروحة واللي هي أساسية، هذه الإمكانيات هي كاينة إما كاينين، وغتعطى مسؤولية لبعض الشركات والمقاولات أو مواقع أو جمعيات باش تقوم بذلك. ولكن الإشكال كاين بعض الناس يمكن يتلاعبوا، يمكن أنه في عرض يمشيوا يوميا يمشيوا مرة في الأسبوع، وبالتالي الدور ديالكم كذلك كصحافة هو تعاونونا باش يمكننا تراقبونا، تعاونونا باش نراقبهم ونقوموا بالواجب ديالنا في هذا الإطار. لأن حنا الهدف ديالنا هو نخدموا المواطنين، حنا الهدف ديالنا هو نوصلوا للمواطنين هذه المجهودات الكبيرة اللي تدار من طرف الدولة باش أنه يكون الماء صحيح الشرب بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين، وباش يمكننا أننا نجاوزوا هذه الإشكالية اللي طرحتيو ديال العطش بالنسبة للفئة العريضة المواطنين. غتكون صعوبات باش نكون كذلك واضح، ولكن كاين إرادة قوية، كاين إمكانيات وابداء، وكاين استراتيجية واضحة لتجاوز هذه الحالة. شكرا. شكرا للزميل العوني، أنك احتكمت الحوار والمسكين. فعلا هناك تساؤلات، والجميع متعطش أنه يسمع مجموعة من المعلومات حول هذا المبنى الحيوية. الآن فتحوا الحوار القاعة والمتمخلين المهتمين الصحفيين طلبة الصحفيين، مرحبا بكم باش تطرحوا أسئلتكم. السيد الوزير اللي كان طبعا جد صريح أنه يجاوب كما قلت خلال السنوات الطيبة الماضية بدأت يعني المغرب محجة لعدد من الشركات الصناعية الدولية والمعدات الصناعية خاصة في المناطق يعني طنجة الدار البيضاء، وهي أكثر المناطق التي تسجل يعني التفقدات المطرية. يعني غير أن يعني عدد من الشركات خاصة الدولية منها تشار لها أصابع الاتهام باستنزاف الفرشة المائية، ولعلي هنا أحيل على تقارير منظمة غرينبيس. سؤالي، هل من تدابير متخذة من قبل وزارة الحكومة لأجل إشراف هذه الشركات الصناعية الدولية كما الوطنية من أجل تحقيق النجاعة المائية؟ والسؤال الثاني، هل ما هي الأرقام أو هل هناك أرقام وطنية حول حصة يعني حصة الشركات الصناعية من استنزاف الفرشة المائية، خاصة وأن النقاش حصر نوعا ما في المجال الفلاحي؟ وشكرا. تحية طيبة سيد الوزير ولجميع الحضور. إشرف عطار، صحفية على موقع بلاد ما بعكر. نكون مختصرة في الأسئلة ديالي. السؤال الأول هو واش غادي نشوفوا في العام خاصة في الصيف ناس ما كانوا يشربوا؟ يعني واش غادي يكون هذا الصيف أكثر عطشا، خصوصا وأن مجموعة من التقارير البيئية الدولية والوطنية تقول بأن الصيف يكون أكثر حرارة ويكون ربما يكون مشكل ديال الجفاف وديال العطش. السؤال الثاني هو واش الوزارة وجدات خطة عمل من أجل ترشيد استهلاك المياه المتعلقة بغسل السيارات ولا بيسينات ديال الفيلات والحمامات والإيصال باش تقدر تواجه المشكل اللي كتعيشو في العالم. السؤال الثالث هو رصيد منتجات زراعية تستهلك أو تستهلك عفوا كمية ضخمة من الماء، مثال على ذلك البطيخ الأحمر والأبوكا والفراولة. شكرا. أنا جاية في شارع الحية،
الاطار تشجيع المقاوله الشابه الى اخره. المصيبه العظمى اننا وصلنا انا اشكر على انكم تستعملوا الرقم ديال التنقيب لما كنا تجاوزنا مرحله الحصر عن الماء وصلنا التنقيب وكاننا نراقب عن البترول. لا يمكن تتخيل الملايين التي صرفناها في التنقيب عن الماء وبعد جهد جهيد كنحفر مع عشرات الابار وجبنا بئر جاوزنا في يمكن وصلنا للمرحله الثالثه بعد عن الماء واكتشفنا بان ما توصلنا اليه لا يصلح اصلا للفلاحه. انا اقول قد اشرت السيد الوزير المساله ان هناك اجراء معين يتعلق بمنطقه الواحات لمنع استغلال الواحاتين انتاج التمور. انا لا اعلم السيد الوزير هل طبعا انتم على بينه بمصيبه ساقول مصيبه زراعه بطيخ الاحمر في يعني في المناطق الشرقيه. انا لا اعرف كيف يتم التسامح بزراعه هذه الجريمه ترتكب في حق الوطن. اقول جريمه لماذا؟ لان نحن لا نتحدث عن ازمه تدبير الماء، نحن نتحدث عن استقرار سياسي للمملكه المغربيه، نتحدث عن تنميه، راه لا يمكن اننا كنبنيو من جهه وكنخرجوا من جهه. سيد الوزير كيف يبقى ان وزاره التعليم مثلا تشتغل على القضاء على دور الصفيح، نحن نرحب بالمدن بدور الصفيح، ثم يوصل الضوء لزياده دور الصفيح. ماذا سيفعل سيد الوزير في المناطق الشرقيه بسبب تصريح بالله؟ هذه المناطق تعتمد على الزراعه البوريه، الزراعه البوريه كما يقال عليكم هي التي تعتمد بالدرجه الاساس على الامطار. هذه المناطق فيها الامطار اصلا اساسا شحيحه قبل الجفاف، فبالتالي الناس يرتبطون بالمياه الجوفيه، ولا يخفى عليكم ان الاستقرار اساسا في هذه المناطق الصحراويه مرتبط بالماء والكلاء. الان ماذا سيحدث؟ راه تجاوز مرحله الترحال، الان لم يعد لدينا ماء وكلاء، لن يكون هناك ترحال الى الصحاري، سيكون هناك هجره الى المدن. تؤدي الى ظهور دور الصحيح من جديد، تؤدي الى ارتفاع نسبه البطاله، تؤدي الى لا هذا هو تؤدي الى ارتفاع نسبه البطاله، تؤدي الى زياده عدد المتسولين والجريمه. لا بد نقول بان السيد وزير المساله التدبير الماء يجب ان تكون بشكل عرضاني وتجاوز مدير الماء، هي مساله حكوميه يجب ان تتدخل فيها جميع القطاعات وعلى ان تكون خطا. واتمنى منكم سيد الوزير ان تقوموا بمنع الآلي بمنع زراعة الناس المناطق وشكرا لك. شكرا لك. شكرا سيد الوزير مساء الخير. مساء الخير سيدات والساده الحضور. سيد الوزير انا سيد رشيد المغربي صحفي ولكن غادي نتكلم كواحد السيد زاد وكبر في الطاقه والاسبوع اللي فات كنت في زاكوره وجيت للطاقه عن طريق المسجد والتيسير. علاش كنقول الاسبوع اللي فات جيت من زاكوره عن طريق المسجد والتيسير؟ لان هذه الجغرافيا تحولت الى جغرافيا بالله في مناطق مناخها طاري تعاني من ندره الماء، الخطرات فيها نشفو، الهجره فيها كثيره، الصراعات المعيشيه راجعات، وكاين حاله ديال الاستباحه ديال الاراضي لمئات الهكتارات في وضعيه تجهل طبيعه الاستغلال القانوني لهذه الاراضي. ملي كنتكلموا على طاقه كنتكلموا على جغرافيا توازي تقريبا المملكه ديال بولندا، واليوم فيها عدد ديال البيعات بمئات الهكتارات اللي فيها الدلاح، ومع هذه الهكتارات مئات الثقوب المائيه. ما عنديش رقم دقيق ولكن نقدر نقول للسيد الوزير أن نصفها هي ثقوب مائية سرية غير قانونية، مع ضيعات أصبحنا نشهد أنها اليوم أيضا فيها عدد كبير مخفي أمام الكدة والجبال ديال بالي، وهو أيضا ضيعات غير قانونية أشبه بمزارع الماريخوانا في المكسيك ولا أبالغ. هذه القضية هذه ديال الحالة ديال الاستنزاف معها طبعا سنين ديال التربة، استنزاف ديال الماء، وظهور حالات جديدة لم تكن المنطقة تعرفها. يعني هذه الأنشطة هذه ولات كتدي لنا حتى الأرواح ديال الناس اللي بحال الشباب اللي ماتوا العام في التيزونين، ومنهم شاب في مقتبل العمر حاصل على البكالوريا. هذا الشيء كان سيدي الوزير أنتم كحكومة
ملزمون ولكم القدرة والإمكانية على وضع حد قريب وآن له بمشروع قانون يمنع الزراعات الجائرة في هذه المناطق التي تعاني، وآنذاك أهلاً بكل استراتيجيات التي قد تأخذ منكم كحكومة وقتاً أكبر من أجل أن تنقرها للشغل الإشكالية المشكلة في المدى والمشكلة كبير في البلاد. سيد الوزير، الناس في الجنوب الشرقي ينتظرون قراراً وطنياً شجاعاً لوقف ما يقع الآن، والناس يضعون أيديهم على قلوبهم، لأنه قلت بكل صدق سيد الوزير ما سمعوه في الحوار الأخير للسيد رئيس الحكومة في الحوار مع القناة الأولى والثانية هو جواب غير مطمئن، ويظهر بأن هناك ليست قناعة وليس هناك فهم لخطورة ما يحدث في الجنوب. شكراً. الاجراءات السياسيه من اجل تفادي هذه الجبهه الخاصه بالصيد. سيد الوزير، ايضا
ملاحظه اخرى بخصوص ارقام ديال البنت زهاء، حنا طبعا كنثقوا بكم انتوما خصوصا نزار بركه، بخصوص الرقم اللي البنت زهاء هو اللي تزود بالمياه في الاقاليم في القرى طبعا في الوسط الاقاليمي، قلتوا بان هذا الرقم انتقل من 14995 كنظن الى 98 عفوا فصيلة شي حاجة هذه السنوات الأخيرة. السيد الوزير كتشوف أن هذا الرقم هذا تم النقد به بشكل كبير، وحنا كنشوفوا الواقع هذا في الرأي وفي الإقليم الشام، هذا واحد الواقع اللي خطير ومؤلم بخصوص تزود هنا، لأن الناس كتمشي في الأحفر ديال الآبار وبعد عن الحدود الفردية، وطبعا أيضا هناك بعض الأقاليم الأخرى في إقليم تاونات إقليم الشفشاون بل هي من أكبر الأقاليم على مستوى الوطني. شكرا. السلام عليكم زملاء الصحفيين وزميلات الصحفيين، ضروري ضروري ان شاء الله. غادي نعيش الكاسكيطه ديال الصحافه وغادي نتكلم انا بعدا اول بعدا اشارككم بنفسي. طرف مسعف طالب باحث، انا هدير من ضرعه تفيلات من بلجيات المتضرره بزاف. اولا السيد الوزير، واش خبارك ما يقع في اقليم الراشديه؟ راه كاين واحد الاستعمال اللي هو مشرف جائر عشوائي ديال الفرشة المائية، وما كاينينش السلطات الرقابية، ما كايناش مراقبة، والدليل على ذلك هو أنه الحقيقة ديال سد الحسن الداخل راه كانت واحد النسبة ولات واحد النسبة أخرى، وهذا الشيء راه علاش ما كايناش المراقبة؟ ماشي غير في درعا تفيلات، جميع جهات المغرب، واليوم جات هذه الحكومة ديال التحديات واعترفت وقالت الغرب الله اودي راه كاينين تحديات، اودي راه كاين الجفاف، اودي كاين هو انا بعد انتبهت المداخلة ديالك وبقيت كنشوف كذا وكنشوف الارقام وكنشوف المعطيات وكذا، والله الا تخلعت زعزعت زعزعت ودنا السيد الوزير، والله وكنعتذر كنعتذر. وكذلك سبق لكم انكم تقيتوا ناقوس الخطر، اهلا تقينا ناقوس الخطر، ما العمل؟ راه قالها الرفيق ديالي قال لك ما العمل؟ ولاد السؤال هذا هو سؤال مثير جدا، اشنو غادي نديروا؟ ها الكارثه، ها المباكين، ها الجفاف، ها الغلاء ديال الاسعار، دابا المشكله انا اللي كنتعجب وكنتمنى هذا الصوت ديالي يوصل للحكومه، كنتعجب خضرة غالية، اوكي غاليين علاش؟ كاين الجفاف، كاين قلة تساقطات الأمطار، وفين هي الحكومة؟ أين هي الحكومة من هادشي كله؟ وتحية. هذه الحكومة اللي صارت فيها باحثة سلك الماستر تخصص المالية العامة والضرائب، عضوة بجمعية أمير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بخليفة، كنهتم بقضايا المرأة والشباب. أنا عندي مداخلة، يعني ماشي سؤال، بداية يعني وعلاقة بالموضوع، دوري أننا نذكر أن النموذج التنموي الجديد الذي يعني كان بمقترح من جلالة الملك نصره الله وأيده وبارك في صحته وعمره، جاء من أجل حل مجموعة من الإشكالات، ومن بين هذه الإشكالات من طبيعة الحال الوضع المائي في البلاد. النموذج التنموي جاء كذلك يعني مجموعة من التوصيات ومجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة هذا المشكل.
كيف ما اكد السيد الوزير المحترم نزار بركه ان الوضع في المغرب هو مقلق، لاننا كنعرفوا جميعا ان البلاد ديالنا كتعاني واحد النقص حاد في الموارد المائيه، وهذا الشيء بطبيعة الحال كينعكس على الهشاشة القوية للمغرب إزاء التغير المناخي. بغيت نشير واحد النقطة مهمة ديال العالم القروي اللي كيعاني من هذا المشكل ديال الماء، وأن العيب ديال الحصول على الماء الصالح للشرب كيكون على عاتق المرأة القروية، ما انه كتحصلنا ايام قليله على 8 مارس. فكنبغي نوجه تحيه لجميع النساء بصفه عامه والمراه القرويه بصفه خاصه، لانه بالرغم من انها كتعاني مجموعه من المشاكل ومجموعه من التحديات ومجموعه من الضغوطات، كتعاني من العنف، كتعاني من انها غير متمكنه اقتصاديا، كتعاني من السلطه ومن الهيمنه الذكوريه، ولكنها كتبقى صامده في جميع الظروف. نقطة أخرى بغيت نشيرها، بما أنني من ابنة مدينة خنيفرة، فالساكنة ديال مدينة خنيفرة كتعاني من الرداءة ديال المياه، وكتعاني من نسبة ارتفاع نسبة الملوحة بالمياه، وهذا يعني من المشحف ومن العيب اننا نقول ان الساكنه ديال مدينه خليفه كتعاني من هذه المشاكل، وخليفه راه كتعتبر خزان مائي مهم للمغرب، وفيها كتواجد منابع اشهر نهر في المغرب اللي هو عيون ام الربيع. ويعني بالخلاصه كنبغي نقول انه من الضروري ان الجهود تضافر، وان يتم اعداد سياسات عموميه اللي تكون موجهه من اجل معالجه اولا المشكل ديال المياه، ثانيا تسليط الضوء على المراه القرويه اللي كيوقع عليها العبء ديال الحصول على الماء الشرب. وشكرا. شكرا لك وتحيه خاصه للمراه القرويه. شكرا لكم جميعا على الاجابه باختصار والتفاعل معكم، وشكرا. لا، بغيت نشكر الاخوات والاخوان اللي دخلوا واللي طرحوا الاسئله، في الواقع هي ماشي اسئله بصوت، كذلك طرحوا اشكاليات بالحده اللازمه بحكم الوضع اللي حنا تنعيشوا فيه، ولكن كذلك المسؤوليه اللازمه، وهذا الاتجاه من هذا الحوار. وتنشكر نادي الصحافه انه الحوار ان شاء الله يمكن ان يكون مثمر، لانه غيساعد كذلك على تجاوز بعض الاشكاليات اللي مطروحه، وتكون عندنا قناعات مشتركه، هذا هو الهدف، قناعات مشتركه باش يمكننا ندوروا الاعمال ديالنا جميعا. النقطة الأولى اللي باغي نتفاعل معها هو أنه اليوم ملي تنتكلموا على الإشكالية ديال الماء، لأننا تنتكلموا على أربعة ديال المستويات. المستوى الأول وهو كيفاش يمكننا ننقوا المياه السطحية، وهنا العملية ديال السدود. ملي تنتكلموا على عملية السدود، شنو هو علاش هاد السدود تبدل؟ هاد السدود تبدل باش أنه ملي تكون تساقطات المطرية اللي كثرة تيتم التخزين ديالها، باش أنها بدا تمكن واحد نستعملوها لا في المجال الفلاحي ولا بالنسبة للماء الصالح للشرب. اليوم بالنسبة للسؤال اللي تطرح، ماذا سنقوم به من أجل تسريع وتيرة إنجاز السدود؟ غنجاوب بهذا الكيفية. اليوم أول شيء وهو أنه تبين من خلال التجارب أنه باش يمكننا نضمنوا أن هذه السدود تم إنجازها في الوقت المناسب، تسنى أولا قبل ما تفتحوا مجال ديال بناء السدود نحلوا المشكل ديال نزل المكيف، لان هذا تضيع الوقت كثير، وحنا كاين متعارفين بهذه التعرضات المحاكم الى اخره، وهذا تؤدي في اخر المطاف الى واحد التاخر في الانجاز. ثانيا اننا ما يمكنش نخليو المقاوله بوحدها هي اللي هي تطبق على حسب القدره ديالها في هذه الاداره، وبالتالي حنا اللي درنا واتفقنا عليه وهو
الله يمكن تكون عندنا كذلك في كل ست مدير تيشرف على هاد الست بطاقه تقني اللي تيتبع وتيحل المشاكل الاشكاليات المطروحه. لان دابا كاين جوج ديال كيفيه ديال التعامل مع المقاول. كاين التعامل الاداري تنجيو نشوفو دفتر التحملات ونشوفو جدا داكشي واش مداش، وكاين التعامل اللي هو تيجال ان هذه مسؤوليه مشتركه، اي انه تنواكبو تنشوفو كيفاش يمكننا نلقاو الحلول باش اننا نبقاو في هذاك الوضع ديال في الاجال اللي هي محدده ونطبقوا ما يمكن تطبيقوه في هذا الاطار باش اننا نوصلوا للنتيجه المرجوه. النقطة الثالثة كذلك اللي بغينا نشتغلوا عليها واللي تنشتغلوا عليها، وهو اننا خصنا نوسعوا العدد ديال المقاولات اللي تدير السوق. لان هذا مشكل كبير، كنت معكم صراحة. العديد من المقاولات الكبرى اللي هي عندها الإمكانية باش تكون الصدور تتعرف مشاكل كبيرة، لان العديد منها مشاو لإفريقيا وبقاو صعوبات إلى آخره، وبالتالي اليوم كي تديروا مثلا صفقة في هذا الإطار وطلب العروض تلقاو ثلاثة أربعة ديال المقاولات هي اللي تتجي باش أنها تاخذ هذه الصفقة. وبالتالي الإشكال هو كاين مشكل ديال البلان دو شارج، أي أن المقاولة بحد ذاتها تتاخذ الصفقة الأولى، تاخذ الصفقة الثانية، تاخذ الصفقة ديال الطرق، في آخر المطاف عندها أكثر من 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 القدرات ديالها. ومن جهة أخرى مشكل المنافسة، باش أننا دابا إلا جينا نشوفوا الأسعار ديال والتكاليف ديال السدود، عرفوا حتى تطور كبير في هذه السنوات الأخيرة، ناتج عن كون أن المكاين فين تدير السدود كاين صعوبات تقنية أكبر، لأن المناطق اللي كانت فيها السدود قبل كانت أسهل، لأن كاين مشاكل كاين ديال التربة ومشاكل ديال المكان، ولكن كاين كذلك بحكم أنه العدد ديال المقاولات تلقى باش تكون منافسة أكبر، خصوصا أن حنا نتوما عارفين في الوزارة تنطبقوا الأفضلية الوطنية، فهذا تيطلب كذلك باش أننا نطوروا الجانب المقاولاتي في هذا الإطار. والنقطة الرابعة الأساسية باش كنا نوصلوا للنتائج المرجوة واللي تفضلتوا بها كلكم، وهو أنه كذلك أننا ملي تنشتغلوا على هذه السدود مباشرة خصنا نشتغلوا على القنوات ديال الري بالنسبة للسقي، بالنسبة للسقي اللي تتمشي للسقي أو لا بالنسبة للمكتب الوطني ديال الماء الصالح للشرب باش توصل للأخطاء ديال المعالجة المياه باش يتم استغلالها. إذا هنا باش تكون واحد البعد مندمج في تطبيق السياسات ديال تهيئة المياه من خلال السدود. نقطة ثانية اللي جات كذلك في التدخلات ديالكم هي مرتبطة كذلك ومعلوم توفير الإمكانيات المادية اللي هي أساسية كذلك باش أننا ندور دار هذه البرمجة ديال 115 مليار ديال الدرهم، ومعلوم تخص بالطبع أنه في وزارة الاقتصاد المالية أن يتم توفير الإمكانيات الضرورية اللي مبرمجة باش أننا نطبقوا هذا البرنامج بحذافه. النقطة الثانية هي قضية التحدي المالي. لا هو ولكن ما يمكنش نقولوا حيت تدير البرمجة ما تديرش 115 مليار تحطها في الصندوق. سنة تدار، إذا حنا ماشي في هذا الإطار. دابا مثلا هذه السنة فحنا عطينا انطلاقة ديال ثلاث سدود جديدة اللي غادي إن شاء الله غنديروا الصفقة ديالها باش تنطلق في إنجاز ديالها. نقطة ثانية اللي تكلمت عليها تحلية المياه. بالنسبة لتحلية المياه باش كنا نحلوا هذه الإشكالية اللي تفضلت بها ديال التمويل، شنو درنا؟ وهو أننا غنديروا الشراكة مع القطاع الخاص. ولكن في إطار هذه الشراكة مع القطاع الخاص جينا غنديروا إن شاء الله هذا الطلب العود اللي غيدار في يوم 9 مارس، وهو في الواقع غنشوفوا المقاولات اللي غتجيب لنا أقل تكلفة. أي أنه الهدف ديالنا وهو تقنية تكون التقنية اللي هي أكثر تطورا واللي هي غتتم استعمال، وهذا ركزنا عليه ضروري استعمال الطاقة المتجددة باش تكون التكلفة أقل، وثالثا ضروري كذلك استعمال واستغلال المقاولة الوطنية باش أنها حتى هي تعرف تدير كذلك هذه القضية ديال التحلية المالية. وبهذه الكيفية الهدف هو أننا نوصل لواحد المستوى ديال الثمن اللي يكون أقل تكلفة، وإلى تبين باش أنه المواطن ما يضرش في هذا الإطار الدولة غدير واحد الدعم باش أنه الثمن كيوصل لكتبه.
والمواطنين ديال الماء صالح للشرب باش يتوزع المواطنات والمواطنين يبقى في الثمن اللي هو محدود. اذا اليوم وبالتالي راه كاين العديد من المقاولات مستعده تجي التمويل ديالها، واننا هذا العمل باش انه نطبق هذا الامر وانها غتتم استخلاصها في 24 سنه 25 سنه الى اخره. اذن هذه العمليه كذلك غتتم في هذا المجال بهذه الكيفيه بالنسبه لهذا الجانب. وبالنسبه مثلا المناطق اللي فيها البعد الفلاحي، لان هذه التحديات اللي تمكن استعمالها في المجال الفلاحي، فكذلك تكون مساهمه ديال الفلاح اللي غيخلص الماء بتكلفات اكبر. بحال اللي غادير في السوس اليوم انا بتقوم بثمن وخمسة درهم وعشرة بدون ضريبة على القيمة المضافة، فثمن الماء اللي غيخلص الفلاح باش يستعملو، لان اليوم كاين شحال العديد ديال الضيعات اللي تشتات، إلا مابقاش الماء. فالاخ كان تيتكلم ان الاخت طرحات المشكل ديال انه تيبحثو على التنقيب على الماء وما تلقاش الماء، مابقاش بالتالي شحال الضيعات اليوم عشرات الاف ديال الهكتارات اللي مابقاش عندنا الامكانيه ديال الاستغلال. وبالتالي اليوم كذلك مستعدين انهم يخلصوا بواحد الثمن اكبر باش انه يبقاو ينتجوا ويصدروا الانتاج ديالهم. القضيه اللي طرحات الاخت وعندك الحق للتجربه ديال العربيه السعوديه، انه اليوم بالامور اللي تنضمنوا ان شاء الله باش هذا الماء تحليه المياه اي يتم استغلاله بالنسبه للماء الصالح للشرب، اننا غنديروا فيه معادن، غندخلوا فيه وغنمينيغاليزي باش اننا يبقى في المستوى المطلوب ديال الجوده باش انه يوصل المواطنين بجوده عاليه. وفي نفس الوقت انه تنعرفوا بان تنستغلوا المياه كلها في هذا الاطار باش اننا نطوروا تزويد الماء الصالح للشرب بالنسبه للمواطنين. أنا نصيحة. القضية اليوم اللي هي مطروحة ديال الجانب الفلاحي، لأن هذا هو السؤال الكبير اللي جا في التدخلات العديد من التدخلات. هنا كذلك خصني نرجع لفيتسود. فيتسود بدات استراتيجية ديال الماء، وكان هذا بتوجيه ملكي سامي، وهو أنه دارت في نفس الوقت استراتيجية ديال المغرب الأخضر. ومن بين الامور اللي كان التركيز عليها وهو ان هذه الاستراتيجيات تكون انتقاليه فيما بينها، اي اننا ننطلقوا بالقدرات المائيه اللي هي كاينه، وعلى اساسها تدار سلاسل الانتاج في مجال الفلاحه، وكذلك اننا ندير واحد المجهود خاص للتقليل كذلك من الاقتصاد في الماء. هذا هو البعد ديال هذه الاستراتيجيه. في التطبيق ديالها المراحل الاولى كانت الامور ماشيه في الاطار، ومن بعد المراحل الاخرى ما بقاش هذاك الربط اللي كان لعدة اعتبارات. الاعتبار الاول وهو انه كانت واحد اللجنه ديال التتبع ديال هاد اللي كانت فيها متعددات الوزارات، هاد اللجنه ما بقاش تشتغل، ديال لجنه في القياده. وثانيا انه كذلك بحال اللي تفضلوا الاخوات والاخوه، انه بانت زراعات جديده اللي ما كانتش في المخطط. انت تتكلم على التلاح، التلاح ما كانش فيه مخطط باش دار التلاح في بزابورة أو في هذا الإطار، باش نكونوا كذلك واضحين. وبالتالي ما كاينش داعي ديال المخطط الأخضر باش الناس يديروا التلاح في هذوك المناطق، باش نعرفوهم. اللي كاين وهنا اللي باغي باش نجاوب على السؤال، اليوم صحيح أن التلاح أو البطيخ الأحمر فهو تستعمل كمية كبيرة من الماء، وهذا واضح، وفي مناطق اللي هي عندها مشكل ديال النقص، وهذا معناه تيكون استغلال ديال الفرشه المائيه بكيفيه مرتفعه. ولكن صحيح كذلك انه هذا الاستغلال تبدا في واحد المده زمنيه ديال شهرين او ثلاث شهور. وصحيح انه بحكم ان هذا الانتاج تيكون مبكر، فالقيمه ديال السعر ديالو فهو تيكون كبير لان تيتصدر، وبالتالي تيكون عنده واحد المردوديه كبيره بالنسبه للفلاحه اللي هما تيستغلوا. وبالتالي هنا تيبان الدور ديال الحكومه وديال الدوله في الواقع ديال تحكيم ما بين ما هو اقتصادي وما هو استراتيجي ديال التنميه المستدامه. وبذلك حنا مثلا في اطار الحكومه باش كنا نتجاوزوا هذه الاشكاليه،
غنفقوا ورا قلت بالنسبه للراشديه راه نطقنا فيه باش غنديروا واحد العقده ديال الفرشه المائيه، اي انه غنحدوا الاستغلال ديال الفرشه المائيه، نشوفوا شنو هي القدرات الممكنه وشنو هي النوعيه ديال كذلك ديال الزراعه اللي يمكن تدار في المنطقه. اذا تخصنا واحد لاسورمون يعني تحديد واحد لوزونيك باش نعرفوا شنو يمكن تدار في المنطقه شنو يمكن تدار في المنطقه، وثانيا ما هي كذلك الوسائل ديال الاقتصاد تما اللي يمكن استعمالها باش تدار هذا الانواع ديال الامور. وبالتالي هذه الفرشه ان شاء الله هذا الامر يتم التوقيع ديالو في اخر ديال هذا الشهر. واللي بغيت نقول ان الاخوان تكلموا انه ضروري يكون هنالك واحد التدبير، انا تنقول حنا خصنا تدبير مندمج، اي ماشي فقط القضيه ديال المسؤوليه ديال وزاره الفلاحه والوزاره ديال 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 الماء الى اخره. انا متفق معكم ان هذا الامر عرضي وتيطلب ان كذلك المنتخبين يساهموا في هذا الامر، انه كذلك الناس اللي عندهم حقوق في الماء انه يساهموا في تحديد ما يمكن القيام به في هذا الاطار الى اخره، ويكون واحد التدبير مندمج وتدبير كذلك اللي هو يكون مسؤول من طرف الجميع، بل اكثر من ذلك غتكون في جانب انا مصطفى عرضاني واللي بغيت نقول هو ان غتكون في جانب ديال الماء باش يكون هذا التتبع بالنسبه للجانب الاقليمي ديال هذا الموضوع. بالنسبه للطاقه لان طرحتي القضيه ديال الطاقه، انا بغيت نقول لكم بان تبدا قرار باش ما تبداش تبداك ناس قرار تخد واضح. بغيت كذلك نضيف انه اللي هو مهم في هذا الامر وهو اننا نشتغلوا اكثر في اطار في اطار كذلك العمل المشترك ما بين الوزارات، وبالتالي بحال هذا اليوم يمكن نقول لكم وهو مع وزاره الفلاحه درنا لجنه مشتركه باش اننا نشتغلوا على هذه التطورات الفلاحيه اللي غتكون في المستقبل، وناخذوا بعين الاعتبار الاشكاليه ديال ندره المياه والتطور وكذلك تدبير الماء. حنا تنقولوا اليوم هذا اللي تنقولوا اليوم وهو حنا الهدف ديالنا ماشي اننا نوقفوا الانتاج، الهدف ديالنا هو انه يكون الانتاج ولكن بكيفيه معقلنه وحسب القدرات والامكانيات المتاحه في هذا الاطار، وان يكون كذلك واحد الجهد خاص في مجال اقتصاد الماء ولكن يكون اقتصاد الماء حقيقي. ثانيا كذلك انه درنا نفس الشيء في مجال مع الوزاره ديال السكنه والتعمير والاعداد التراب الوطني، لان اليوم تدار مخططات ديال اعداد التراب الجهوي ضروري ان الماء يكون عنده واحد حضور قوي والتنميه المستدامه تكون هي الاصل. حنا بغينا تكون عندنا مخططات ديال التنميه الجهويه مستدامه باش تحافظ على الامكانيات المائيه والموارد المائيه، انه كذلك انه تحافظ على البيئه وتحافظ كذلك على الفرشه الماليه. نقطه ثالثه كذلك اننا تنشتغلوا كذلك مع وزاره الصناعه في هذا الاطار، ولكن نقول لكم بان كاين مشروع قانون جديد في مجال ديال المحطات الصناعيه اللي غدار، هذا كله غيدخل فيه تغذيه المياه، غيدخل فيه كذلك النجاعه المائيه غترجع ضروريه. بحال دابا نقولوا في الصحراء بالنسبه لمكتب الشريف الفوسفات اللي دابا رجع تنتج الاسمده في العيون، فتحويل الفوسفات الى الاسمده تدوز الماء وبالتالي تستعمل تحليات المياه باش يقوم بذلك باش ما يضرش الفرشه المائيه. وهذه المحطه ديال تحليات المياه كذلك بدات في الداخله واللي انطلقت لا في المجال الفلاحي ولا بالنسبه للماء الصالح للشرب، فهي غدار باش اننا ما يتمش استغلال الفرشه المائيه من طرف الفلاحه هناك. اذا كاين وسائل كذلك اللي غتمكننا نضمنوا بها ان يكون الانتاج، ان نحسنوا كذلك الدخل ديال الفلاحه، ولكن في نفس الوقت انه نحافظوا على الفرشه المائيه بالنسبه للاجيال الصاعده. السيد الوزير سؤال تاع رشيد الوليدي، مستغلني المياه بشكل غير قانوني بالقانون المائيه صح. اذا بالنسبه لهذه النقطه انتم عارفين بعد ما وقع مؤخرا وهذه الفاجعه اللي عشناها مع الطفل ريان رحمه الله، فدرنا دوليه مع وزاره الداخليه على اساس اننا نديروا واحد المسح حقيقي ديال الابار اللي هي كاينه. اولا لان تبين بان كاين العديد ماشي غير الابار، لان هذا الشيء اللي وقع ما كانش كبير،
راه كتقبى، وبالتالي اليوم كاين عليك اللي هي مهجوره، وبالتالي ما فيهاش حتى سيار ما فيها والو باش اننا نضمنوا الامن ديال الساكنه وديال المواطنين في هذا الاطار. ثانيا اننا وبالتالي شنو طاقنا فيه اننا تنديروا هذا الاحصاء، ثانيا كذلك اننا غنديروا كذلك الهدم ديال العديد من الابار اللي هي مهجوره، وثالثا غندفعوا في اتجاه انه يدار كذلك الاحتياطات اللازمه باش نضمنوا الامن والامان بالنسبه لهذا الامر. نقطه اخرى اللي باغي نضيف انه كاين العديد اللي تيقول عندنا مشكل اليوم الا كنا تنديروا ابار اللي هي غير مرخصه، لان هنا كاين صعوبه باش يكون الترخيص، بان باش ناخذوا الرخصه تيطلب وقت كثير، وحنا مثلا الفلاح تيكون عنده الانتاج ديالو وما بقاش يلقى الماء ضروري يدير بير اخر باش يلقى الماء، وبالتالي الا بقيت هذا الشهر ما تبقاش عنده الفلاحه ديالو. اذا حنا من بين الامور اللي اشتغلنا عليها وهو اننا غنسهلوا بسطوا العمليه ديال الوصول الى الرخصه، بل انه في عطمة نمشيو حتى الحوض المائي، بغينا انه الطلب يدار فقط في المندوبيه الاقليميه، اذا كل اقليم كل واحد يطلب ديال الطلب ديالو، بحكم ان الحمد لله كاين الوسائل الرقميه غنساعدو ونسهلو هذا الامر، ولكن في نفس الوقت اننا غنطوروا الشرطه ديالنا، لان بعض الامر ماشي ديال ذوك الرخصه نعطيو رخصه، لان بعض بحال اللي قلنا بعض المناطق انه وقع استغلال مفرط للفرشه المائيه وضروري نحافظوا عليه. اذا هذا تيطلب كذلك انه تكون واحد المراقبه من طرف الشرطه الماء، باش نكون معكم صريح، الامكانيات لا البشريه ولا الماديه قليله في هذا المجال، وهنا تيطلب منا اننا نديروا واحد المجهود خاص في هذا المجال. وبين قوسين ملي تنتكلموا على هذا الجانب ففي اطار اوراش، بحكم انه الجمعيات هي اللي غتقوم بالاوراش ديال المنفعه العامه في اطار البرنامج الجديد اللي تلقاته الحكومه مؤخرا ابتداء من يوم فاتح مارس، كل الاقاليم غتستافد منه. فبين الامور اللي غنبين الاوراش اللي كل واحد يدير هي القضيه ديال الابار والاثقال الى اخره، باش اننا نحصيوها ونعالجوا المشاكل المطروحه في مجال الامن في هذا الاطار. انما السيد الوزير الشرطه المائيه يعني اولا الوضعيه القانونيه والاعتباريه لهذا العام العدد القليل هما قلال، وايضا هما محدودين هما اعوان قضائيين ماشي يعني ما عندهمش واحد علما ان التطبيق ضعيف وهما قلال. لا المشكل هو علما القانون عندهم كل الصلاحيات باش يكونوا واجب، وعندنا كذلك يديروا المحارم تمام، خاص يكون واحد التهيئه قضائيه والشرطه والدرك باش يكون حتى هي غنديروا اتفاقيات في الاطار باش يكون المواكبه من طرف. نقطة أخرى كذلك اللي هي أساسية واللي طرحوا بعض الإخوان تيتكلموا على الشاوين وعلى التونات إلى آخره، في الواقع المشكل كبير اللي تكلمنا على القضية اللي وقعت مؤخرا في الشاوين، المشكل الكبير اللي عندنا وهو القنبلي، الزراعة القنبلي فهي مضرة كثيرا بالنسبة في مجال البي. اولا الصغر المفرد ديال الماء، لان هذه الزراعه تغيرت، ان ما بقاش هذاك الكيف اللي كنا تنعرفو قديم، اليوم المنتوج المغربي ما بقاش، اليوم بدينا تنستوردو انواع جديده اللي هي مكلفه ماليا، ولكن اكثر من ذلك انها تستهلك التربه، ومع الاسف في هذه المناطق اليوم الفرشه المائيه ما بقاتش، راه بحال اللي نتوما عارفين بالنسبه لهذاك التنقيب اللي كان اللي طاح فيه مسكين هذاك الوليد ريان رحمه الله، راه وصلوا 30 امتار ما صابوش، وكانوا وصلوا 100 في واحد المنطقه اللي فيها بزاف الماء، اللي هي التساقطات المطريه كثيره. حتى الشلالات معلوم اللي كاينه، وهذا اتجاه انه من الضروري كذلك نطرحوا وتكون من نوع من هذا اللي جعلنا اليوم دوزنا المنصوب التطبيقي ديال القانون ديال القنب الهندي بالنسبه لهذه المناطق ديال الحسيمه والشاول وكذلك تونات، باش اننا يتم استعمال هذا القنب الهندي اللي تيصلح للصحه واللي تيصلح كذلك للصناعه، اللي هو عنده واحد النسبه قليله
ديال هذيك الماده اللي هي تمثل منها تنديو من جهه اخرى واللي هو مهم وهو انه كذلك انه ما تستغلش الفرشة المائيه بكيفيه مفرطه. نقطة ثالثة كذلك اللي باغي نتكلم عليها وفهم به الأمور اللي تفضلتوا به هو أنه بالنسبة للراشدية بحال اللي قلت الحمد لله تلاحظ مؤخرا في هذا الأسبوع الماضي مع 1 مليون ديال المتر مكعب مشى للزيت وبالتالي هذا معناه غيعطي معناه إمكانيات جميلة إن شاء الله باش نواصلوا ولكن هذا ما تمناش أن تكون واحد العقلانية في العملية ديال الاستعمال ديال المياه. نقطة أخرى وأخيرة اللي بغيت نتكلم عليها هو الجانب ديال التحسيس، صحيح أنه اليوم عندنا مشكل كذلك حتى ديال الأسر ديالنا كيفاش تيتم استغلال المفرط ديالنا، أنتم تكلمتوا على السيارات وبين قوسين مثلا بالنسبة لا بالنسبة لمراكش ولا بالنسبة لوجدة راه اتخذ قرار عاملي باش توقف هذا الماء بل حتى السقي ديال الجرادي بالماء الساخن الشرب توقف في هذه المدن. الرباط الحمد لله علاش هذا المشكل لان تنستعملوا المياه العالمه اللي تم المعالجه ديالها وبالتالي حتى بالنسبه للغولف الى اخره بل اكثر من ذلك يمكن نقول لكم بان السنه المقبله في 2023 بالضبط انه حتى بالنسبه للجرادي ديال اليوم غيتم استعمال هذه المياه العالمه المعالجه وغادا نمشي في الدار البيضاء بالنسبه لطنجة الى اخره هذا واحد التطور كبير اللي داير كذلك الاول السيد الوزير في القضيه تاع استنزاف المياه كاين غرامات على مستعملي المياه لغسل السيارات وغير ذلك من المدينه علاش حنا ما نخرجش حتى حنا بحال هذه الاجراءات هذه من الامور اللي يمكن وصولها ضروري لان الهدف هو اولا تنظن ان ضروري يكون التحسيس ويكون كذلك توضيح الاشكاليات اللي هي مطروحه ومن بعد اذا تبين بان هذا الامر غير كافي ندوزو مرحله ثانيه بين الثانيه اللي فيها معنى القضيه ديال الغرامات الى اخره. الامر كذلك اللي ضروري نتكلموا عليه اننا حنا الهدف ديالنا في اطار التحسيس وغنديروا حملة تحسيسيه في هذا الاطار وهو اننا نجيبوا الحلول ونعطيوا المثال. ولذلك نقول لكم بان في مجال الادارات، الادارات اليوم تستعمل 5% ديال الامكانيات المائيه اللي كاينه على الصعيد بالوطن. وهذا سير. اذا هنا العقلانيه بداو بنفسنا. والوزاره ان شاء الله طلقنا واحد البرنامج ان شاء الله غنطلقوه في الشهر المقبل ديال اقتصاد في الماء. احنا وزاره الماء على الاقل نعطيو المثال. وكذلك غنديروا اتفاقيه مع الوزارات ان شاء الله كذلك ديال التعليم لان انتم عارفين التعليم فهو حاضر في عده مناطق والمدارس لان مشكل بزبود تعقد الى اخره اذا هذه من الامور كذلك اللي غنشتغلوا بناء اولا وصلوا الماء لكل المدارس لان كاين انتم عارفين بان العديد من 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 من, من, من فتيات ما تتمشيش للمدرسه لان كاين مشكل ديال المراحل اللي ما كايناش اذا حنا اولا نوصلوا الماء لكل المدارس وثانيا انه يكون واحد استعمال اللي هو عقلاني ديال الماء كذلك بالنسبة للمساجد وكذلك غنقوموا بنفس الأمر مع الإدارات الأخرى في إطار برنامج خاص للإدارة العمومية ديال النجاعة المائية. تكلمت على الصناعات كنتكلموا كذلك على السياحة اللي كذلك نعملوا معها برامج خاصة في هذا الإطار أنتم عارفين من تمشيو للبلدان في الخارج فهم عندهم تيجيو تيقول لك هذا لكم ما بقاش تستغلال مفرط الدوش واحد يدوش أكثر من 3 دقائق باش يدير الدوش ديالو الى اخره كاين امور اللي هي تتكل من اقتصاد الكثير من الماء تماما صحيح حنا ما كنديروش هذا الشيء ونقطه اخرى كذلك اللي تستنظفها هو كذلك التلون اللي كاين دابا كنا مؤخرا امبارح في السبوع انتم عارفين بان عندنا مشكل كبير مع الزيتون واللي هو تلوث الودان وهذا تيكون عنده موقع انتم عارفين بان حتى المحطه ديال معالجه المياه اللي كاينه انت تعطي الماء الصحي الشرب بالنسبه لفاس تضطر توقف شهرين او 3 شهور باش تدير المعالجه ديال التلوث باش يمكن تبقى تشتغل اذا هذا الامر اتفقنا البارحه باش يدير واحد البرنامج خاص بالنسبه للسكن لان هذا الامر ما يمكنش يتحل محليا فقط تعس الوزارات المعنيه كذلك تقوم بالواجب ديالها باش اننا نوصلوا لواحد البرنامج لان دابا 2024
غتكون كذلك واحد السدود مهمه اللي غدار تما تلاته سنه وغيكون وهذا السدود غيتم استعمالها كذلك باش يكون تضامن ما بين الجهات وما بين كذلك الاحوال الماليه. وبالتالي السد في السبو غيتم استغلاله كذلك بالنسبه للمحطه هنا لان الابراج واللي غتعطي الدار هنا وتعطي المدن الاخرى من قنيطرة الى 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 الدار البيضاء الى الى جديده. اذا هذه كلها امور اللي هي تدخل في الاطار. غيكون شي اجراء ضد معصرات نتاع الزيت اللي كتلوح المرجان مباشره. هذا الشيء هذا وليت كنت تسكن لا ولكن برنامج خاص معلوم اجراء خاص وجهه اولا مدينه بدا وقت من كيفاش نكون واضح انه كاين واحد الجوده اللي كتبدل دابا هذه السنه مبرمجين خمسه ديال المعصرات اللي غنحلوا غنديروا المعالجه وكاين بعض اللي غنطلعوا باش ما يبقاوش حدا الوالد لان هذو امور اللي هي مبرمجه ان شاء الله هذه السنه ولكن حنا غنديروا برنامج اكبر باش من 2024 يتحل هذا الكيفيه ان شاء الله نتمنى على الله اننا نوصلوا للنتيجه المرجوه. اخيرا بالنسبه للقضيه ديال العطش باش نكون معكم صريح اليوم امامنا الله سبحانه وتعالى باقي هاد الشهرين تنتمنى على الله انه تكون في هاد الشتاء تساعد في هاد الاطار. ثانيا ان خدينا التدابير اللازمه لا بالنسبه للسارج اللي غنكريو ولا بالنسبه للسارج الحافله السارجيه اللي غنشتريو. الهدف هو اننا غنحاولوا باش انه يكون واحد التمكين ديال ولوج الماء السرشوف بالنسبه لكل الدواوير ديال البلاد. نقلصوا غيكون التقليص ضروري ولكن في الوقت كذلك المهم هو ان الماء يوصل للجميع. نقطه اخيره اللي ضروري نكلموا بها حنا جالسين تنبحثوا على اثقاب مائيه اللي غتساعد حتى دابا مثلا التوريد حدودنا لقينا اثقاب المائيه اللي فيها 60 40 لتر للثانية وبالتالي التوريد ما بقاش فيه مشكل وبالتالي لان المكتب الوطني للماء السرشوف والكهرباء فهو غيستعمل هذاك الماء باش يوصل الماء للتوريد. كذلك شان انه هذه العمليه ديال تصفيه المياه غنعطيو انطلاقه بحال دابا مثلا الاسفي عندنا اليوم مكتب الشريف الفوسفات اللي عنده واحد المحطه خاصه باليوم غنوسعوا هذه المحطه باش انه يتم استغلالها بالنسبه للماء العصر بالنسبه للاسفي. كذلك شد بالنسبه للجديده جوف الاسوان عندهم محطه كذلك اذا غنستغلوا غنطوروا وغنديروا كذلك اجهزه جديده باش نطوروا الانتاج في هذا المجال. والناظور بحال اللي قلت اللي غنطلبوه اخيرا والضيق السعوديه الى اخره. كيفاش تصور تقليص استعمال المياه الشرب؟ لا هو لا يعني تنقول التقليص وهو ان تكون واحد العقلان في الاطار غنديروا حملات تحسيسيه والا اضطرينا غنبداو نحلوا الماء غنشدوا الماء بعد ساعات بحال اللي تبدا في المدن الاخرى الاقل الجذريه التي تدار فيه باش اننا نضمنوا مناطق اخرى باش انه يبقى الماء الكافي للجميع. اللي مهم هو النقطه الاخيره اللي بغيت نختم بها هذا اللقاء وهو اننا اليوم احنا امام تحديات. هذه التحديات كانت معروفه اننا قبل ما كنا نديروا برامج انتخابيه ديال الاحزاب ديالنا فطرقنا من الواقع اللي كاين معلوم كاين امور اللي هي ظرفيه يمكنش الواحد يتنبأها بحال القضيه ديال التراجع ديال السقوطات المطريه بهذه الحده اللي تنعيشوها ولكن في نفس الوقت عارفين بان غيكون تراجع بكيفية هيكلية وبالتالي كان عندنا تصور وهذا التصور هو اللي دخلناه في البرنامج الحكومي هو اللي تنشتغلوا به باش نطبقوا على ارض الواقع. وفي نفس الوقت كذلك انه من الضروري ان نقوم بتهيئة كل الطاقات ديالنا لان تكلمت على المقاولات تكلمت على الاسر المغربية تكلمت على دور الصحافة اللي يمكن يساعدنا فيه باش يمكن نواجهوا بعض الاشكاليات وكذلك ضروري نقولوا بان اليوم بالامور الاساسيه اللي غتمكننا ان شاء الله نحققوا هذه الاهداف وهو اننا نتجاوزوا بعض الاشكاليات الكبرى اللي هي مطروحه بحال تكلمت على السدود عندنا الاشكاليه ديال النزل الملكيه وبالتالي حنا دابا غنراجعوا القانون ديال النزل الملكيه في اخر الشهر عندنا واحد المناظره خاصه في هذا الاطار باش ان المواطن ياخذ حقه. في نفس الوقت كذلك ان الدوله
ما تلقاش راسها بدون امكانيه ديال انجاز هذه المشاريع الكبرى اللي هي اساسيه بالنسبه للوطن وبالنسبه لتلبيه حاجيات المواطنات والمواطنين. وشكرا لكم كلكم. حول النموذج التنموي الجديد وقضية الماء، ثم كيفية دعم المرأة القروية في القيام بأدوارها من أجل هذا الجانب. بالنسبة لقضية النموذج التنموي، أنتم تعلمون بأن إشكالية الماء أخذت واحد حصة كبيرة في البرنامج، وحنا طلبنا من البرنامج الحكومي من برامج الأحزاب السياسية المكونة الأغلبية وكذلك النموذج التنموي الجديد، وبالتالي تم ادراج العديد من النقاط التي جاء بها النموذج. بالنسبه للمراه القرويه، انا تنقول اليوم بالامور الاساسيه للتحسن الشرعيه جوج امور. الامر الاول وهو اننا من ضروري ان نعمل على توفير الماء في كل المناطق ونرفعوا المستوى ديال الربط الفردي، وهذا تطلب امكانيات، تطلب اشراك كذلك ديال المواطنين في هذا الاطار، وتطلب كذلك باش نكونوا واضحين جيدا. وبالتالي دائما تيطرح لنا هذا السؤال، تيجي تقول اليوم انا عندي ست حدايا وانا دوار اللي قريب من السد، ولكن الماء تنشوف وحدايا وما تستافدش منه. وفي الواقع هذاك الماء تيمشي لمحطة المعالجة، وبعدها تيرجع. وبالتالي تحسن الشبكة الدار باش يمكن يوصل كلها. وبالتالي هذه تطلب واحد، كاين دابا عندنا واحد البرنامج فيه 2 مليار ديال الدرهم هاد السنة اللي ضاعفنا البرنامج اللي كان بالنسبة للعالم القروي باش يوصل الماء العديد من الدواوير، آلاف ديال الدواوير إن شاء الله غيوصلوا الماء في إطار هذا البرنامج. حنا غنزيدوا نوسعوا في هذا المجال. النقطة الثانية بحال اللي قلت، المدرسة تيكون فيها الماء باش نضمنوا ان ما يكونش انقطاع والهضره الدراسيه بالنسبه للفتيات. والنقطه الثالثه كذلك، انه هذا امر كذلك اللي تحسنا نركزوا عليه، ان بالنسبه لتنميه العالم القروي ما يمكنش اننا نركزوا فقط على الفلاحه، ضروره تنويع انشطه اقتصاديه في العالم القروي. اليوم لا في مجال السياحه القرويه ولا ما هو مرتبط كذلك ببعض المصانع اللي يمكن دار الى اخره. احنا مثلا في المنطقة ديال العوامرة فكاين العديد من الانتاجات الفلاحية المهمة، تحسن المصانع تكون قريبة منا باش يتم استغلالها في هذا الإطار وتتمين هذه الإمكانيات. هذا تيجي أنه بحال اللي وقع دابا هذه السنة الفريضة، تلاح كان تيبقى تلاح لأن ما بقاش الثمن ما كاينش في السوق، وبالتالي حرام علاش لأن ما كاينش التحويل الذات إلى من خلال الصناعات الغذائية في هذا الإطار، واللي كان المفروض أنه نضمنوا واحد الثمن بالنسبة للفلاح الصغير، وفي نفس الوقت كذلك أننا ندوروا الصناعات ونلقاو فرص الشغل. وأخيرا كذلك في الوزير أيضا هي التخفيض الذي ضمن الثمن الغذائي. أنا جدي بغيت نقول هو اللي بغيت نختم به، وهو أنه اليوم التركيز على الأمن المائي والأمن الغذائي، ولذلك جاءت الملك في إطار جائزة الحسن الثاني ديال هذه السنة، فهو اللي غتكون في دكار إن شاء الله، فالموضوع وهو الأمن الغذائي والأمن المائي في خدمة التنمية الترابية والمحلية. ولاية الملك فهو قرر أن هذه السنة يرفع هذه الجائزة من 100,000 دولار إلى 500,000 دولار لماله الخاص، على أساس أنه نزيدو نقوي ونشجعو الابتكار في هذا المجال ديال الماء لمصلحة التنمية المستدامة. وشكرا لكم. شكرا لك سيد الوزير. حوالي ساعتين هي تقديم اللقاء، وطبعا هو لقاء لا شك ستكون له أصداء. نتمنى ايضا ان يكون له امتدادات، لان قضيه الماء هي قضيه كل المغاربه اليوم، لم تعد قضيه مؤجله. ونشكرك على الاستجابه لهذه الدعوه، ونحيي كل
من ساهم في إنجاح هذا اللقاء من بعيد أو قريب، طاقم المعهد العالي للإعلام والاتصال وفي مقدمته السيد المدير وصديقنا حسين حميد، طاقم الشركة التي نقلت هذا اللقاء، كل الزملاء من نادي زميلات من نادي الصحافة، وتحية لكل من ساهم بحضوره ومشاركته. إلى موعد قريب، إلى اللقاء.